تفضلي شيف. سؤال. انت قلت بقى نبعد عن الشخصيات السلبيه اللي بتديني طاقه سلبيه. طبعا. وانا بقول لك كمان ونبعد عن الدراما كوين، نبعد عن الدراما كوين في السنه الجديده. جدا. الناس اللي بيخلونا نعيط ونحزن. حقيقي حقيقي. مين الشخصيات التانية نبعد عنها غير ده وده؟ الشخصية الشكاية اللي قاعد معايا محسسني إن الدنيا سودة. طول الوقت يشكي يشكي يشكي. الشخص اللي لما بفتكره أو بيتقال قدامي حاجة بلاقي دايماً نفسيتي اتكسرت، اللي بيكسر نفسيتي، اللي بيوجعني، اللي فجأة بيجيب لي دموع، اللي فجأة لما بفتكر موقف أو بفتكر حاجة أقول أنا ليه بقيت كده، أنا ليه اتحطيت في الموقف ده. الشخص ده أبعد عنه، ومش بس ابعد عنه، احطه دايما في الذاكره عندي مخزناه ان انا ما اتعاملش مع شخص. علامه كروس احمر. وما اتعاملش مع الشخص ده تاني. اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا بقول دايما ان مش دراستي هي اللي خلتني اعرف او اناليسز النارسستك، الشخصيات النارسستك، لا كان عندي تجربه مؤلمه جدا. الشخصيه النرجسيه. النرجسيه. فكان عندي تجربه مؤلمه جدا. بقيت انا دلوقتي بشمهم كده، بقول حتى لو ما كنتش درست التجربه دي تخليني. انا عشت عملي، انا عشت عملي والله. بس ده صعب جدا الواحد يعرف شخصيه نرجسيه، لان هم متلونين حقيقي، ان هم بيكونوا ناجحين جدا، لذاذ قوي. طبعا. بيشدوا جدا. بس ليهم شويه علامات كده. ايه بقى؟ لا لازم نسالك انت. لازم العلامات دي ايه؟ علامات الشخصيه النرجسيه اسماء. العلامات دي لازم احط عليها ايه؟ خطوط كده. طبعا. هكتبهم وراها. اكتبوا يا بنات علامات الشخصيه النرجسيه عشان تحافظوا على رقم واحد. رقم واحد، البدايه بتبقى غريبه. يعني ايه غريبه؟ يعني مش طبيعي ان راجل كل ما يشوفك تلاقيه بيفتح لك باب العربيه وبيشد لك الكرسي. دي حاجات مش طبيعيه. يا خوفي من اللي بيفتحوا باب العربيه. مش انا يا بوس، مش انا بالظبط. فهو مش طبيعي ابدا ان انا الاقي حد طول الوقت بيفتح لي العربيه وبيتعامل معايا بلطف زائد. ليدي برنسيس بالظبط. رقم واحد، اللطف الزائد ده بيخوف. لان هيعقبه بعد كده حاجة، بص، أي دخلة مش طبيعية هيعقبها بعد كده حاجة مش طبيعية. طوفان يعني هيجي بعد بالزبط. كده بالظبط. ده رقم واحد. رقم اتنين المهم قوي، اللي بيخليني بالونة. يعني إيه بيخليني بالونة؟ اللي بيقعد يقول لي قد إيه أنتِ حلوة، وقد إيه أنتِ جميلة، وقد إيه أنتِ مفيش زيك، وقد إيه، ويقعد ينفخ فيا وياخد باله من تفاصيل الراجل الطبيعي. سيكولوجية الراجل الطبيعي مش بياخد باله منها، انه يقول لك ده انت لون المانيكير بتاعك النهارده تحفه. لا مش راجل يبص على المانيكير خالص. الطبيعي، الراجل الطبيعي ما بيعملش كده. يقول برفان بس، مش هقول بقى مانيكير بس. صح، مش هقول مانيكير. صح. فهو دايما بينفخك في الاول، يخليكي بالونه. ده خفي منه الراجل الطبيعي. بيبقى بيعمل بالانس في الحياه، لكن دايما انت جميله ودايما مفيش زيك ودايما ودايما، ده خلي بالك. يبقى اللطف الزايد اللي دايما بينفخني ويخليني مفيش زيي ومطيرني في السماء، يوقعني على الدور رقبتي. على الدور رقبتي. في حاجه ثالثه بقى مهمه جدا، اللي هي الحميمي. الحميمي في الكلام. يا روحي ويا قلبي ويا عقلي ويا الرجاله اصلا بتبقى دحلاب. دحلاب اهو. هم اصلا النرجسيين دول معروفين من زمان، متقال عليهم ان هو دحلاب. زي انا كده. في حاجة بقى الشر عليك. لا يا شيف حسن، ازاي بقى؟ في حاجة برضو مهمة قوي. أيوه. ودي بيختلف الشخص النرجسي الكريم والشخص النرجسي البخيل. أيوه. الكريم ده هتلاقيه بيعمل دايما هدايا بوم. هدايا بوم. برستيج. صح. لازم يبهرك في الأول كده، لازم يدخل عليك الدخلة. عربية حمراء على باريبون. صح كده، لازم. ده هيدخل إيه يجيبك على دور قفتك. لكن في نرجسي بخيل ده هتلاقيه دايما ما بيجيبلكيش أي هدية. ولا وردة. ولا أي حاجة، حتى في المناسبات بتاعتك. آه. فبرضو أخلي بالي من الحاجتين دول. في برضو يعني النرجسي اتنين، يبقى بخيل وكريم. بخيل وكريم. الكريم. بالظبط. الكريم هم اصلا مضطربين الشخصيه دايما واخدين الاكستريم في كل حاجه. هقول لك على حاجه تانية. الكريم هو بيجيب لك هدايا في مواعيد مش يعني كده، هو للابهار وخلاص. في خط كمان مهم قوي بقى، ان بعد فتره ما انت تلاقي الحياه جميله ومبسوطه معاه، فجاه ده بيبدا يختفي. ينسحب. دي لعبه، دي جيم بيعملها كل. بس اقول لك على حاجه، احنا مش في المجال النفسي اهوت، ودكاتره نفسيين قاعدين معايا ليل نهار، هم نفسهم الرجاله غصب عنهم بيلعبوها. يعني تبقى دارس يعني وعارف ان اللي معاك دارسه، وغصب عنك بتلعب لعبه الاختفاء والظهور. ده طبيعي. لعبه الاختفاء والظهور دي من اهم العلامات المميزه للشخصيه النرجسيه. يعني ايه؟ وما بيقولكيش انه بيختفي، معلش كنت مشغول. بعد ما بيعلقك بيه او بعد ما انت اتعودتي على حاجه معينه، فجاه معلش كنت مشغول. ما تزعليش مني، اصلا الدنيا اتكركبت عندي. بلاقيه بيختفي، بعدين يبدا يظهر تاني من تاني من جديد بشكل تاني. الشخصي بشكل تاني. ومؤلم، هيألمنا. وانا دايما مش بقول، يعني انا مش عايزه اجدج عليهم ان هم ناس وحشه. لا. وناس سيئه، ولكن خلاص هو ده
اسلوبه وستايله والاتيتيود بتاعه في الحياه، انت اعلى واحسن وتستحقي اكتر من شخص زي اكيد.